ما في اي شيء مترول، باقي كله صعب حرفيا صعب. هي هي جوتشا ريسبون. لا تقول لي ترول. والله ترول. رمضان يا حبيب رمضان. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جابكم ماب. اليوم لا تضرب هاي. اليوم جبتكم ماب. اليوم معي ريان. ماب ترول ديثرن، يعني بيطقطق عليك راي الماب. هذه الزبده، يقول لك ركز ويمكن حتى تصدف معك ويمكن تنجر على وجهك. فراح نشوف الحين. وقبل ما نبدا المقطع، شكرا لكل متسبين اسماء اعلى فئتين راح تطلع في اخر المقطع، وشكرا لكل واحد استخدم كود شوب بي اس ال. شكرا لكم جميعا والله. لا تنسوا الاشتراك في القناه، وشكرا على 500 الف مشترك، شكرا لكم جزيلا. خلونا نبدا في الماب. نروح لاول ليفل. اوكي، هذا ثاني بظل ايزي، بس والله شكله مو ايزي. شوفه هو ترول. فاشوف انا اخاف اشوف البلوكه بعيده. والله اشوف البلوكه بعيده حتى انا، احسها مره بعيد. اصبر. طيب اي هنا هنا هنا، يسار 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 يسار. اوف، يقطع ام القفطه. اي يقفط كنا، يقطع ام القفطه. اح روح ربه. وش لا تجي قايل لكم لعبتي ذي الاشياء، لعبتي. يعني الحيوان كان ناويين ان نروح هناك الاخر شيء. يب، يبغاك تروح تنجر على وجهك. بسم الله. اوكي، بونصرين. طيب، ما في اي مكان تروح له. لا والله في تحتي. انا بقول كذا. صح. طب ليش ما نسويها طيب وما يحتاج؟ احس انها صعبه. هنشوف. واحد ترول. ترول اثنين. لا ما هي ترول، بالعكس وصلت. ايزي تذكرني. اضغط السات بس. والله بدون السات حتى. انا ليش اسوي تحريات؟ ما ادري ايش عنك. جاز لك التحريات شكلك. والله ما ادري جاز. 2000 years later. خلي قهرني اني حاط تشيك بوينت تحت، لازم ترقى الدرج بعدين. يا اخي تختصر يا تقهر. ايزي يا رجال. طيب هذه. طيب حلو حلو. طيب اسمع، او ما تلف لف يسار يسار. اوكي قدام يسار ودوس. والله ما اشوف شيء. والله الاحمر يعمل عين. اوف لا، لاني كنت امشي وراك قبل شوي كل الافخاخ مشغله ما اشوف شيء. ايه انت لو حفظتها بس خلاص ايدي. صار مين؟ لا لا كيف؟ كيف والله؟ كيف والله؟ كيف اوكي. اسمع، من كثر ما هو كذب قالوا لا لازم نعطيه اياه صراحه. لا لازم نفوزه. طيب لا لا تحمس، لا تحمس، احس انه كذب. طيب حطمتني لاني قلت خلاص ما يحتاج اكمل. ابغاك ترجع عشان افوز انا. حيوان. ما في تعدي الموضوع. في 100 دولار. انا مش طيب. على طول طاح يا 100 دولار. انا مش طيب. في 100 دولار. ما ادري بس ابغى اخرجك. ما في فلوس. الله. اسمع اسمع، راعي الماب. راعي الماب اول واحده خلاها ترول، بعدين اللي بعدها ملاحظه عاديه. يب. عاديه اللي بعدها. الحين اربع لبلاد. طيب امبولس. طيب. هذا الملاحظه. يسار بعدين. اوه يا ساتر. اوكي اصبر اصبر، عندي تحريات. يلا تحريات. عسل جزمه. وش احدد، عسل ولا جزمه؟ انا اقول رح رح. واحد اثنين ثلاثه. لا 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 مو بلا ورا. الله يعطيك العافيه. اوكي وي. طيب هذا كنت... لا اتوقع عاديه سلوم. شوف دخلت مع الباب تروح. بحاول كذا. اوه يبينا تحاول اكثر من مره لين تضبطها. بس ما جاز لي يا اخي الريسبون انه يكون تحت. يبغاك ترقى فوق بعدين. يا اخي اختصر يا اخي. كل الماب احمر لو تلاحظ. انا ما همني اللون كثر ما همني سالفه التشكوين. طيب هذا اتوقع انه تدف نفسك على قدام بدون نطه. اتوقع حاولت قبل شوي صارت اقل، حاولت بنطه صارت ابعد. ناوش الافخاخ اللي تحت؟ صدق ايه، ايش رايك؟ والامبورس نحاول نحطها في هذا اساس. انا ودي اهوش الافخاخ اللي هنا، ترى كنت تقصد هذه. انا اقول هذيك على طول نروح بالامبورس. بحب اخذ اخذ الامبورس زياده. صعيبه. اي صعيبه والله. لازم نجرب هذه كلها. يا وحش والله وحش. يا وحش. يا الهي مو بتغشون كل حياتكم يعني، ترى ما بعاد يعني هذا. وشوف هو ترولك انت تروله. اكيد اكيد. ايوه اخيرا يا رجل. 20 دقيقة تقريبا. الله ياخذ ام الحالة. اخيرا اعوذ بالله. طيحتني يا ساتر. واحدة بعد هنا ولا ثنتين؟ ثنتين.
حلو. طيب. Have fun and then you okay. يسار الحين الله يأخذ من الحالة. حلو. فأنا ما أبغى أسوي تحريات أقول في الفخ الثاني على اليمين. أنا على شكله بس يلا ما عليه على الأقل هذه ولا اللي قبل شوي تعجيزية. يا أخي نطيت قسم بالله والله اللي قبل شوي ترى تقهر. أوكي. لا لا إيزي سلم ما فيها. إيزي يا رجال. طيب هذه دروبر. يا ساتر إيش مسوي ذا؟ وات مت هذا استهبل كنترول لازم نوقف على هذه في باب مخفي يمكن والله يمكن في باب مخفي اوه اصبر اي والله كذا شفت اوه لا طيح لا طيح عاديه بس شو اسمه ذا يعني ما تطيح وتدمج على طول فهمت والله ما يعني بسيط بس التصميم يقهر شوي بس الافخاخ ذي تطلع بسرعة ما ادري هل هو صدق ولا ما ادري هو لا باقي قدام اوه تدري اللي قبله كان فيه كفر تحت وات يب كان فيه النص اخيرا يا رجل هاي قلبي والله ينرفز تنرفز الافخاخ مرة هذا ايزي ليش ورا ما تروح لهذه العين يمينك طيب اول اما في واحده يمين والله العظيم اني ما راح لاحظت من القهر اقسم بالله اوه اخيرا يا رجل احس ان في غدره والله احس ان في غدره ها اثنين شلون رجالي وحتى انا رجالي معك يعني اوه كله دبليو ونط على اخر شيء دبليو لا توقف لا يوقف بونسر ايزي بس لا تجي ما عليش بروح اخر شيء هذه شلون طيب اوه على هذا البلوك شكرا انا قلت لك لا تجي لا علمتك انا لا تقول ما علمتني لا علمني كنت سويت حريات سلم تضبط معنا ووو جبتها يا ساتر لا تقول الباب وات هذه يبغى لها ريان ايش؟ يبغى لها اللي سويناها قبل يب انا قاعد اروح اسويها الحين حاول لين اسويها الصدق انتبه بسويها دورك اللي تبغاه سويتها ووه سويتها يب خيرا يا رجل يا قهر جبتها حاول انك شو اسمها ترميها زياده قدام على اخر ثلاث بلوكات ترميها ونط فوقها اوكي انا بكمل تكفى اس 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 اطس بزياده الماستيك بوينت يس الحمد لله يا ساتر شو مسوي ذا يعني حاط ترول في اول ليفل الباقي ما في اي شيء اسمه ترول الباقي كله صعب حرفيا صعب هي جوتشا ريسبون اد ويانا صار لا تقول لي ترول والله ترول اي مرحله حقتكم 15 اوه يب يقول ام سيد اصلا اوكي طيب هذا شلون اوف شو سويته ما ادري انا هلو لا على بالي بيطلع الخفقات وعندي طعم وقهر بس كويس ماشيين الحمد لله ام عاد قراب لو تكمل هذه يا ساتر يلا والله يا سلوم اني شطف البيبان تشطيف اوه على طول انا ايش قاعد تسوي قبل شوي طيب وصلت 17 اوه وات از ذس مان وات از ذس مان سلام اما يا الله تدري اني خشيت جوا شفت الطرف عرفت لان معي ثلج دخلت كذا ثم زعلقت ونزلت طحت تخيل ما اخذت تشيك بوينت ما اخذت تشيك بوينت قطع ام الغب يا ساتر تكفى عاد اوف 18 يوه
ابغى تجيبه 18. طيب اوه وات سلوم نوي نوي سويتها من اول مره 17 حقت اللي رجعك. اوه بس شفني انا ورا وينك انت 18. شوف هذه لازم وان جمب وان بلوك جمب سهله. شوفني انا هنا انا عند الباب هذه كلها سبيد 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 ونط على الباب وسوي اس كم حبه. اوكي لا كويس سهلات الحين. شوف اذا كملت سبيد وصلت عندي كمل على فوق اتوقع بالسبيد بيوصلك يعني انا بقدر اجربه في خالص. اتوقع لو رحت له بالسبيد عيال بيكون شيء خرافي اني اوصل له بالسبيد بس انا ما كملت بس اني كملت متاخر جريت بالفخ الاول هذا. شوفوا انه وصلني قبل شوي. ايوه 20 أم سبقتني بسم الله. والله ما ادري كيف يا ساتر والله ما ادري كيف خلصتها. لا باقي تكمله بعد هذا. والله في تكمله. سلم كيف وصلت لك بسرعه انا والله ما ادري انا التفت ورا كذا في واحد وراي اقسم بالله. الرفت في بعدها رفت. طيب شلون وصلك انت اصلا؟ انقست بس اوكي. اوه ماي جاد يا ساتر لو في هذه الخمطه كاتب شيء اصبر لا تقولي ترول. والله كاتب شيء. لا ما كتب شيء لا هذه النهايه مكتوب جي جي مدري ايش نصاب. والله بس خلنا نوصلها الحين. انا شفت شيء ان خرجت. يس اسات ما عليه حاصل خير الحين بزيك المدي سهله على الاقل هذه ممتعه شوي. والله اقسم بالله مو زي ذاك الليفل يا عيال لو ما سويته بالغش يمين بالله كملنا في الماب الحين ساعه وشوي. يقهر يعني الليفلين غشيت فيهم انا بالامبوز يا عمري. جيجي تقييمك الماب المنرفز. والله شوف يمكن 7 من 10 3 كلها انقصت لانه كله قاعد حلو. خلنا نشوف ريان ايش قاعد يدور. ايوه افتح باب الفوز انا وفوز ويخش. عموما مساء الخير بطل اليوم ان شاء الله المقطع عجبكم ان شاء الله الماب يعني ما نرفزكم زي ما نرفزنا. قناه ريان في الديسكربشن كود الماب في الديسكربشن ويعطيكم العافيه كلكم على المشاهده وانك وصلت هذا الحد من المقطع. شكرا لكم جميعا اشوفكم على خير. سلام.